اهلا وسهلا بكم حبايبي. النهارده هنبدا مع بعض بارت 2 ان ذا ريسبيراتوري سيستم. هنتكلم النهارده بقيه الجزء الاولاني اللي خلصنا فيه لغايه التراكيا، وعرفنا كمان ان التراكيا اللي هي موجوده هنا كده، التراكيا بتبدا يحصل لها برانشنج تو ريتش ذا تو لانجز، يعني هي هتبدا تتفرع عشان تدخل للتو لانجز. احنا عرفنا المره اللي فاتت ورجعوا معايا انه تراكيا برانشز انتو تو برونكاي، هنا في برونكس وهنا في برونكس. البرونكس هي كمان بيحصل لها برانشنج وتتفرع لبرونكيولز، والبرونكيولز بتبقى شبه فروع الشجر بالظبط. عايزك تكون مدرك معايا انه الكلام ده بيحصل عشان الاير وهو داخل للتولانكس لازم يكون في طريق ماشي فيه. فالتراكيا والتو برونكاي والبرونكيولز دي عبارة عن تيوبز او كانلز، الهواء بيمشي جواهم عشان يوصل للتو لانجز. طيب انا قلت لك دلوقتي انه البرونكيولز اللي هي بعد التو برونكاي دول شبه فروع الشجرة، واحنا عارفين ان الفرع الشجرة في الاخر بينتهي بالورقة بالليفز بتاعت الشجر، لكن اكيد طبعا البرونكيولز برضو يعني مش هتنتهي بورق شجر، لا هي بتنتهي بحاجة تانية اسمها الفولاي، حاجة اسمها الفولاي. الفولاي دي عبارة عن اير ساكس، اكياس هوائية كده، اكياس ساكس احنا كنا اخدناها في الستومك، قلنا ان هي ماسكولار ساك لايك ماسكولار اورجان، يعني يشبه الكيس، ودي برضو اسمها اير ساكس، اكياس هوائية الاير بيدخل جواها، دي اللي اسمها الفولاي. يبقى لما الاير بيتحرك او بيبدا يدخل للتولانكس هنعتبر انه رايح رحله او قايم بزياره، بيتحرك من النوز للفرنكس، تراكيا، تو برونكاي، برونكيولز، في النهايه خالص بتستقبله مين؟ بتستقبله الالفولاي. يبقى الالفولاي ديت احنا كده دخلنا كده جوه التولانكس، وده البدايه اللي هنتكلم فيها النهارده. بدايه النهارده مع التولانكس هنتعرف عن التولانكس عبارة عن ايه، موجودة فين، وايه اللي بيحصل جواها، ده الجزء اللي هنتكلم فيه مع بعض دلوقتي. بس قبل ما نتحرك مع بعض كده ونتفرج على التولانكس، عايزك تكون عارف كويس قوي انه الالفولاي ديت هي اللي بتستقبل الاير، والاير الحقيقة لو اعتبرناه ضيف ورايح لها، هو بيكون رايح ومعاه زيارة، الزيارة اللي هو اخدها معاه هي الاكسجين جاز، اكسجين احنا محتاجينه جدا. فالاير لما بيدخل للتولانكس بيكون معاه الاكسجين، والاكسجين ده في النهايه بيروح للالفولاي، هي اللي هتستقبل في النهايه كل الاير اللي داخل. الالفولاي بقى لما بيجي لها الاكسجين ليها جيران اللي هما بنسميهم بلاد كابيلاريز. بلاد كابيلاريز او بلاد كابيلاريز دي شعيرات دمويه، واحنا كنا اتكلمنا عنها في الدايجستيف سيستم ان هي ليها ثين وولز. ف الالفولاي لما بيجيلها الاكسجين بتروح تدي للجيران، تدي جيرانها البلاد كابيلاريز الاكسجين ده لان هم محتاجينه عشان ياخدوه ويوزعوه all over the body cells. ده كان بدايه كده عشان نبقى مدركين القصه تبقى ماشيه ازاي. تعالوا بقى نشوف ده بيحصل ازاي جوه التولانكس مع بعض على الرسم كده، ونشوف التولانجس ايه شكلها بالظبط من جوه، والالفولاي دي شكلها عامل ازاي، وازاي بيحصل ان الاكسجين يروح من الالفولاي للبلاد كابيلاريز، وكمان الكربون دايوكسيد جاز اند ووتر فابور اللي موجود عند البلاد كابيلاريز بيرجع يدخل للالفولاي تاني، وبيرجع بعد كده يطلع اوت سايد اوف ذا تو لانجز. تعالوا نتفرج مع بعض ونرجع. لو لاحظت معايا هنا دلوقتي هتلاقي انه التولانكس اهمت موجودين عندك inside the chest cavity. chest cavity اللي هو التجويف الصدري. يبقى ده مبدئيا عندك هنا التولانكس exists in the thoracic cavity or chest cavity، دي منطقة الصدر ودي الريبس. طيب ده مبدئيا، يبقى تولانكس occupy chest or thoracic cavity، او بتجيلك complete. لو لاحظت كمان هتلاقي انه الريبس
موجوده حوالين التو لانجز، يعني التو لانجز هي جوه والريبس موجوده حواليها. فعشان كده بنقول ان التو لانجز ار سراوندد، سراوندد يعني محاطه باي تو باي ريبس اور ريب كيج. تو لانجز ار سراوندد باي ريبس اور ريب كيج. ريب كيج يعني القفص الصدري. طبعا احنا هنا في جزء مخبيينه من التو لانجز في الريبس اهيت، والجزء ده احنا سايبينه كده عشان خاطر نتفرج مع بعض كده على التو لانجز من جوه بتبقى عامله ازاي. لو جيت تلاحظ معايا هنا طبعا دي تريكيا وهنا البرونكس، انا عندي تو برونكاي، واحده هنا واحده هنا، ديت الواحده منهم اسمها برونكس. البرونكس ده انت شايف كده هتيجي تلاقي انها تبدا تدخل التو لانجز وبعد كده بيحصل لها برانشنج يعني تتفرع. شايف الفروع ديت؟ دي اسمها برونكيولز، اسمها برونكيولز. يبقى برونكس برانشز انتو برونكيولز، تمام؟ طيب يبقى عشان كده هنقول برونكس is divided into برونكيولز، برونكس is divided into برونكيولز. طيب لو جيت تلاحظ بقى انه البرونكيولز ديت في اخرها هنا كده بيكون في اير ساكس، هنشوفها دلوقتي بالتفصيل اكتر. بس انا عايزك تتخيل معايا انه الاير دخل دلوقتي من النوز، بعد كده الفيرنكس، وبعد كده دخل على تريكيا، ومن تريكيا للبرونكس، ومن البرونكس للبرونكيولز. دي الرحله بتاعته، في النهايه بيوصل لغايه الاير ساكس اللي احنا شايفينها ديت. تعالوا نتفرج مع بعض على كده نقرب منها اكتر، هلاقي انه هي دي الاير ساكس اللي انا بقول لك عليها الالفلاي البرونكيولز بتنتهي بيها. طيب الاير ساكس ديت بيسموها الفلاي، دي الواحده فيهم اسمها الفيولوس، لكن المجموعه دي كلها على بعضها الجمع بتاعها بنسميها الفلاي. عشان كده بنقول ان البرونكيولز دي البرونكيولز اهيت، تمام؟ and in tiny air sacs، tiny يعني صغيره جدا، air sacs اللي هي اكياس هوائيه بنسميها الفلاي. طيب الالفلاي ديت بتبقى مميزه يا ولاد، يعني لو جيت تبص كده هتلاقي انه الاير ساكس دي اولا الوولز بتاعتها، الجدار بتاعها ده بتكون very thin، thin يعني رقيقه جدا، واحنا خدنا حاجه شبيهه ليها وهي البلاد كابلرز. بلاد كابلرز اللي هي موجوده حواليها بالشكل ده، شايفين دي البلاد كابلرز، واحنا كنا اتكلمنا عنها في الدايجستيف سيستم ان هي كانت موجوده around the villi، لكن هنا برضو هي موجوده around alveoli. فبتلاقي ان الالفلاي ديت عباره عن thin wood، الجدر بتاعتها رقيقه جدا، وكمان surrounded by a network of blood capillaries زي ما احنا بنقول كده. alveoli have thin wounds and are surrounded by a network of blood capillaries زي ما انت شايف كده بالشكل ده. طيب لو جيت تلاحظ بقى هنا هناخد الالفلاي، هناخد الفلوس منهم واحده ونتفرج عليها كده من جوه، هتلاقي ان هي ادي البلاد كابلرز زي ما احنا قلنا. البلاد كابلرز بيكون فيها بلاد، البلاد وهو جاي للتو لانجز بيكون معاه كربون دايوكسيد جاز. الكربون دايوكسيد جاز بيبدا يتحرك من البلاد كابلرز لداخل الالفلاي، والالفلاي بيكون جواها اكسجين جاز، ده دخل مع الانيليشن بروسيس، مع الهواء لما بيجي يدخل للتولانكس بيدخل معاه اكسجين. الاكسجين ده بيبدا يتحرك من جوه الالفلاي لان دي اخر الطريق. لو احنا قلنا لو احنا دي رحله والاير دخل عندي جوه التريكيا وبعد كده البرونكس وبعد كده البرونكيولز، في اخر الرحله خالص بيوصل للالفلاي، فالاير كله بيدخل في النهايه عند الالفلاي وبتبدا تتنفخ زي البالون كده بالظبط.
بيكون جواها اير ريتش ان اوكسجين، معاه اوكسجين. الاوكسجين ده بيبدا يروح للبلد، في الوقت اللي الاوكسجين ده بيدخل للبلد هو نفس الوقت اللي بيخرج من البلد كربون دايوكسيد جاز. العمليه دي بنسميها جازس اكستشينج، بنسميها جازس اكستشينج يعني تبادل الغازات. طبعا تبادل الغازات اللي حصل هنا حصل inside the alveoli، جوه الالفلاي. يبقى لما بيجي يسالك الاكستشينج اوف جازس حصل فين، هتقول ان الفلاي. جازس اكستشينج اوكيرز ان الفلاي. بعد كده بنيجي نتكلم عن ديافرام. ديافرام ده اللي احنا شفناه قبل كده، ولكن ده بشكل موضح اكتر. ليه؟ زي ما احنا شايفين كده، دي العضلة اللي موجودة تحت التو لاينز. ولو لاحظت كده هتلاقي انه انا عندي الجزء اللي فوق ده هو الريبس او الشاست كافيتي. طيب الديافرام ديت عشان نتخيل اكتر القصة او نشوف هي بتعمل ايه او ايه الفانكشنز بتاعتها، خلينا نشوف كده مع بعض دلوقتي الشكل ده. ده الجسم من الداخل، زي ما انت شايف كده ادي عندي التو لانجز اهمت، وده الهارت، كل ده موجود في الشست كافيتي. في نفس الوقت عندك برضو الجزء اللي تحت ده هو الدايجستيف سيستم، الستومك ليفر والسمول انتستين، وادي اللارج انتستين. ده الجزء ده بنقول عليه ابدومينال كافيتي. طيب لو لاحظت هتلاقي انه الديافرام موجوده ما بين الاثنين، اهي ادي الديافرام. فده يخلينا نقول انه الديافرام سيبريتس يعني بتفصل، سيبريتس بتوين the thoracic cavity and the abdominal cavity. ده لو حبينا نتكلم ايه هو الديافرام او بتعمل ايه، هنقول ديافرام separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. طيب كده نبقى احنا فهمنا الابدومينال كافيتي ديت موجوده فين وبتعمل ايه، ولكن احنا هنعرف كمان شويه انه الديافرام دي مهمة جدا في او ليها فانكشن تانية لسه هنتكلم عنها شوية كده، خليكم معايا. بعد ما شفنا مع بعض التو لانكس وعرفنا ازاي بيحصل الاكستشينج للجازس ان ذا الفلاي، تعالوا بقى ناخد بالنا من جزئية مهمة جدا، وهي انه الريسبيريشن بروسيس لما بتحصل على مرحلتين. اول مرحلة وهي انه الاير انترز ذا تو لانجز، كده ذا اير انترز ذا تو لانجز. بعد كده ذا اير اكسبلد اوت اوف ذا تو لانجز، يعني بيخرج من التو لانجز. يعني الكلام ده معناه انه انا عندي تو بروسيسز جوه الريسبيريشن بروسيس بيحصلوا عشان الريسبيريشن بروسيس تكمل. The first one the air enters the two lungs. The second step the air is expelled out. Expelled out يعني بيخرج من التو لانجز. طيب خد بالك بقى، في حاجة مهمة لازم نكون عارفينها أو بتسهل علينا كتير الأمور. لما بقول لك إنه في حاجة بتدخل أو في حاجة جوه، دايما بعبر عنها بإن، أي إن، إن يعني داخل الشيء أو الدخول. عشان كده بلاقي دايما يقول لك لو أنت داخل على الباب يقول لك إنتر يعني ادخل. وفي المقابل إي إكس دايما بتشير على الخروج، يعني اي اكس
زي ما اتكلمنا عن الاكسكريشن يعني الاخراج اكسكريشن بدأ بي اكس. لما بلاقي برضو على الباب اكزت الخروج بدأ بي اكس. فاي اكس بتدل دايما على الخروج. فلما الاير انترز ذا تو لانجز البروسيس دي هلاقيها بدأ باي ان وبقول ان دي اسمها انهليشن بروسيس. ها انهليشن بروسيس انهليشن بدأ باي ان. لكن لو الاير as expelled out هقول exhalation e exhalation. تمام. يبقى انا في الحاله دي عندي two processes. The first process in which the air enters the two lungs دي بسميها inhalation process. والحاله الثانيه لما the air is expelled out of the two lungs ده بسميها exhalation process. طيب مهم جدا ابقى عارف هي الانهيليشن بروسيس ديت داخله ليه او الاير اللي داخل ده داخل ليه. احنا اتفقنا انه الاير وهو داخل للتو لانجز بيكون اخد معاه اكسجين. فبالتالي بقول هنا انه الانهيليشن بروسيس الاير اللي بيكون داخل بيكون ريتش ان اكسجين. لما اجي اتكلم عنه بقول انه ريتش ان اكسجين يعني محمل بالاكسجين او غني بالاكسجين. يبقى لما اجي اعرف بقى او اقول الديفينيشن بتاع الانهيليشن بروسيس هقول it is a process by which the air rich in oxygen enters the two lungs. ده بالنسبه للانهيليشن بروسيس. في الاكسهيليشن بروسيس الاير اللي بيبقى خارج بيكون مختلف عن الاير اللي دخل. احنا قلنا انه بيحصل جاز اكسشين ان ذا الفلاي وبالتالي بيخرج كربون دايوكسيد اند ووتر فابر. وبالتالي كمان انه الاير اللي خارج من التو لانجز هيكون ريتش ان كربون دايوكسيد جاز اند ووتر فابر. وبالتالي لما نيجي نحط ديفينيشن الاكسهيليشن بروسيس هقول انه ذا اكسهيليشن بروسيس از ذا بروسيس باي ويتش ذا اير ريتشينج كربون دايوكسيد اند ووتر فابر as expelled out of the two lungs. ده الديفينيشن الخاص بالاكسهيليشن بروسيس. عشان كده ساعات كتيره جدا بيجي لي سؤال يقول لك give reason the exhaled air. ولما اقول exhaled air انا هنا بتكلم عن الاير نفسه اللي خارج. exhaled air يعني الاير اللي خارج. exhaled air يعني الهواء اللي هيخرج. Give reason the exhaled air differs from the inhaled air. The exhaled air اللي خرج ده differs from يعني يختلف عن the inhaled air. طبيعي جدا لانه ال inhaled air rich in oxygen while the exhaled air rich in carbon dioxide gas and water vapor. ده بالنسبه لل definitions الخاصه بال inhalation and exhalation. طبعا الكلام على inhalation والexhalation احنا واحنا بنتكلم عنه دلوقتي الموضوع بسيط جدا وانت عارف الكلام ده كويس. inhalation exhalation. ولكن عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه جدا وهو انه الexhalation process والinhalation process عشان يحصلوا لهم ميكانيزم معينه. ميكانيزم يعني ايه؟ ميكانيزم يعني طريقة يعني آلية يعني حاجة بتحصل عشان دول يحصلوا. مش فاهمين حاجة؟ طبيعي جدا. بس عشان تفهم عايزك تاخد بالك معايا. لو انا جبت بالون وحطيتها كده على الترابيزة وقلت لها لو سمحت يا بالون اتنفخي. رح تتنفخ. طب هتحال عليها شوية برضو نفس القصة هي عمرها ما هتتنفخ. طيب ليه؟ لأنه الاير اللي موجود حواليها عمره أبدا ما هيفكر يدخل جوه البالون لأن البالون أصلا ما فيش مكان فيها يدخل. عشان البالون الاير يدخل جوه البالون لازم يكون في مساحه او في مكان الاير يدخل جواه.
نفس الفكرة بالضبط عندنا في التو لانجز. التو لانجز اعتبرهم تو بالونز موجودين عندك in the chest cavity. ايه اللي يجبر الاير انه يتحرك ويدخل جواهم؟ ما هو الاير موجود في كل مكان حوالينا اهوات، والمكان واسع، عمره ما هيسيب المكان الواسع اللي هو فيه ده ويبدا يدخل عندي ان نارو شست كافيتي، ضيق في الشست كافيتي الضيق ده، عمره ما يدخل لي التو لانجز بمزاجه. طيب لو ما دخلش بمزاجه لازم احنا ندخله. طيب ايه اللي يخلي الاير يدخل؟ ما هو التو لانجز عامله زي البالون بالظبط، مش هتتنفخ لوحدها، لازم حد يقنع الاير انه يدخل للتو لانجز. طيب امتى الاير يدخل للتو لانجز؟ عشان الاير يدخل للتو لانجز لازم اوسع له مكان جوه، بمعنى انه لو فضلت التو لانجز زي ما هي النارو شيست كافيتي في الشيست كافيتي اللي جواها اللي هي موجوده جواه ضيق، عمر الاير ما هيقدر يدخل جوه، وبالتالي لازم نفكر في طريقه نعمل بيها انلارجمنت للشيست كافيتي، لازم نوسعه. طيب بدا الريسبيراتوري سيستم يدور جواه كده، مين اللي ممكن يحل لنا المشكله دي؟ مين في الريسبيراتوري سيستم هو اللي يقدر يعمل انلارجمنت للشست كافيتي؟ مين يقدر يوسع لنا الشست كافيتي؟ اللي قدر يعمل الكلام ده جزء مهم جدا من الريسبيراتوري سيستم، وهو الديافرام. الديافرام قال انا احل لكم المشكله. ازاي؟ قال انتوا ناسيين انه انا مصل يعني عضله. الديافرام دي عباره عن عضله مصل، وانتوا عارفين العضلات بتتحرك كان كونتراكت اند ريلاكس، كان كونتراكت اند ريلاكس يعني ايه؟ يعني ممكن تتشد كونتراكت وترجع لوضعها الطبيعي تاني، يعني ريلاكس. اوكي طب ده هيحصل ازاي؟ احنا شفنا الديافرام مع بعض وعرفنا انها موجوده between the thoracic cavity and abdominal cavity. ده الوضع الطبيعي للديافرام. فالديافرام قال بما ان انا muscle I can contract. طيب contract يعني هيتشد، لما يتشد هيبدا يحصل له moving down، هيتحرك لأسفل بالشكل ده، فبعد ما كان هنا هيبدأ contracts and moves down بالشكل ده. فلما يحصل moving down بالشكل ده الشست كافيت اللي عندي بدل ما كان في الشكل ده كده، لا بقى في enlargement، وسع. The chest cavity enlarges، هيتسع بالشكل ده. فلما يتسع هيبدا الاير يدخل ثرو ذا نوز. يبقى الحركه دي اللي عملها الديافرام اسمها، هقول انه كونتراكتس يعني انقبض او اتشد، ها، اند موفز داون وتحرك لتحت. يبقى في الحاله دي عمل ايه؟ كونتراكتس اند موفز داون. اوكي في الحاله دي الاير دخل. طب بعد ما الاير يدخل ويحصل الجازس اكستشينج ان ذا الفلاي كده، اصبح التو لانجز موجود فيها كربون دايوكسيد جاز اند ووتر فابور، محتاجين نخرجهم. فتبدا الديافرام ترجع للمكان بتاعها الاصلي اهوت، وفي الحاله دي هقول انه الديافرام حصل لها ريلاكسز، رجعت مكانها تاني ريلاكسز. واحنا كلمة ريلاكس بنقولها دايما لما بتقول لحد استريح او خد راحتك او الكلام ده، هنا برضه نفس الفكرة، بياخد راحته يرجع ياخد وضعه الطبيعي فريلاكسز. طب ريلاكسز يعني اتحرك ازاي؟ يعني moves up، اتحرك الى اعلى. طب لما هو moves up الشست كافيتي انلارج
النارس يعني يتسع ولا becomes narrow؟ لا اكيد becomes narrow، بدل ما كان واسع كده بدات انا اضغط عليه واضيقه فبقى narrow. narrow يعني بقى ضيق، وبالتالي الاير اللي موجود عندي جوه هيبدا يتحرك ها outside of the two lungs، وهنا يحصل exhalation process. هنا بقى ده معناه انه diaphragm has an important role in the respiration process. diaphragm هي اللي بسببها الاير هيبدا enter the two lungs and exit of the two lungs، هيبدا يدخل ويرجع يخرج تاني من التو لانجز. طبعا احنا ما كناش مدركين القصه دي، احنا متخيلين الهواء بيدخل ويخرج بمزاجه، لا ده احنا اللي بنخليه يدخل by using diaphragm لما تعمل contracting and enlarge the chest cavity، وبنرجع نعمل له exhalation بنخرجه لما الديافرام relaxes and the chest cavity becomes narrow and the air is expelled out بالشكل ده. اذا فهمنا كده دلوقتي انه الديافرام ليها دور مهم جدا. تعالوا بقى نتفرج على ده كده بشكل اكتر وضوحا على الصور ونشوف الكلام ده بيحصل ازاي عشان نتعرف على the mechanism of respiration and the role of diaphragm in the respiration process. لو ركزت معايا كده هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا عندي الديفرام، ده الوضع الطبيعي، الجزء الباهت ده هو الوضع الطبيعي للديفرام. طيب الديفرام في الحالة دي هنا عندي بتتحرك moves down moves down، وفي الحالة دي احنا بنقول انه الديفرام contracts contracts يعني بتتشد او بتنقبض. لما بتعمل contraction moves down بتتحرك لتحت، يبقى انا هنا في الحالة دي هلاحظ انه الديفرام moves down او contracts and moves down. فلما بيحصل ده هنلاقي انه الشست كافيتي اللي موجود عندي بدأ تحصل له enlargement. enlargement يعني توسع او حصل توسعة. طيب لما بيحصل توسعة في الحالة دي هيبقى في مجال للاير انه يدخل من خلال النوز into the chest cavity او للتو لانجز فيبدأ يملاها. برضو لو جبت تلاحظ معايا هنلاقي انه الريبس هي كمان بتساعد في ده بانها هي كمان moves upwards بتتحرك اتجاه لاعلى. انت دلوقتي لو جيت تاخد نفسك، خد كده مع بعض نفسك، هتلاقي انه الريبس بتاعتك raise up raise up يعني بترتفع لاعلى. طبعا لما بترتفع لاعلى بالشكل ده برضو بتخلي الشست كافيتي enlarge يعني بيزيد او بيتسع. طبعا الاتساع ده allow the air to enter the two lungs بيخليه enter the two lungs يعني يدخل لي two lungs، وبالتالي نقدر نقول ان انا عندي حصل عندي كده inhalation process. واحنا قلنا inhalation ال N هنا يعني الدخول. طيب بعد ما بنعمل inhalation process المفترض دلوقتي ان احنا هنتحرك علشان نعمل exhalation process. في exhalation process هلاقي عكس اللي حصل هنا تماما، بمعنى انه الديافرام بعد ما هي contracts and moves down لا هي هتبدأ تعمل relax and moves up. يعني لو تلاحظ كده هلاقي انها بدأت تتحرك لفوق، وكمان هلاقي ان ريبس هي كمان بدأت moves down. طبعا لما الديفرام ريلاكس تطلع لفوق بالشكل ده، والريبس لما moves down وردز بالشكل ده تتحرك لتحت، حاجة انه the chest cavity becomes narrow يعني اصبح ضيق. طيب لما يضيق كده
اكيد هيحصل اكسبيلنج للاير، الاير هيبدا يخرج لانه المكان بقى ضيق عليه. طيب في الحاله دي هنقول حصل اكسليشن بروسيس. يبقى هنا نلاحظ انه الديفرام بلايز ان امبورتنت رول ان ذا ميكانيزم اوف ريسبيريشن، يعني بتلعب دور مهم جدا في اليه التنفس او في الطريقه اللي بيحصل بيها الاكسليشن اند انهيليشن بروسيس. بعد ما شفنا الميكانيزم of the respiration process هننتقل لجزئية كده لذيذة، هي ما هيش فيها اي صعوبة ولكن هي حاجة احنا بنلاحظها دايما. When the body is more active، لما الجسم بيكون بيعمل نشاط زيادة، مثلا انت في running بتجري او بتمارس رياضة ولا حاجة، بتجي تلاقي نفسك عمال تعمل ده دايما بنلاحظها. الكلام ده معناه انه الريسبريشن تايمز اللي انت بتعملها، عدد مرات التنفس اللي انت بتقوم بيها increase، بتزيد. انت بدل ما كنت بتتنفس بالراحه وبتاخد نفسك عادي زي ما انا واقف دلوقتي قدامك وبتكلم معاك بتنفس بشكل هادي، لا انت بتلاقي the number of respiration times increases. طيب هو ليه؟ يعني اشمعنى بيحصل ده لما بجري واتحرك حركه سريعه؟ ليه ما اجريش ويبقى الريسبيريشن بروسيس بشكل طبيعي؟ طيب ده سؤال منطقي، يعني ايه الفكره صح؟ بس لو جيت تفكر شويه، هو انت اصلا بتعمل ريسبيريشن ليه؟ يا مستر احنا كنا قلنا الريسبيريشن تو جيت انرجي. طيب ده كلام جميل. وين يو ار ريلاكس، لما بتكون انت في حالة راحة، your body need an amount of energy، محتاج energy معينة، وبالتالي ال respiration process انت بتعملها دلوقتي وانت قاعد ما بتعملش حاجة او قاعد في وضعك الطبيعي، ال respiration times اللي انت بتعملها بتبقى كافية لي الانرجي اللي انت محتاجها، فبتديلك كميه الانرجي اللي انت محتاجها كده، بتجيب لك الاكسجين اللي انت محتاجه عشان تعمل بيه جنريتنج للانرجي اللي انت محتاجها. لكن لما بتيجي تعمل اكسرسايزز او بيكون في اكتيفيتيز زياده انت بتقوم بيها، اكيد اكيد انت هتكون محتاج انرجي اكتر. جميل جدا. يبقى مور اكتف معناه ان انت هتبقى محتاج مور انرجي. طيب هو المور انرجي دي انا اجيبها منين؟ ما هو مور انرجي يعني انا محتاج مور اكسجين، لان الاكسجين هو اللي هيعمل بيرنينج للدايجستد فود وبالتالي يبقى عندي انرجي اكتر. اذا الكلام ده طبيعي جدا، لما هعمل اكتيفيتيز اكتر، مور اكتيفيتيز مينز وي نيد تو مور انرجي، محتاجين more energy. okay more energy معناها انه we need more oxygen. طيب more oxygen معناه ان انا محتاج اعمل respiration اكتر، عشان كده the number of respiration times increases when your body is more active، لما يكون الجسم بتاعك بيتحرك بشكل اكبر. وده سؤال ممكن يجي لنا في الامتحان يقول لك give reason the number of respiration times increases when your body is more active. ده طبيعي هيبقى الانسر بتاعته to obtain more energy needed for the body activities. يبقى تاني لو انا محتاج اعرف ليه ده، اكيد ده انا بعمله علشان خاطر more energy، يبقى to obtain more energy needed for all the body activities، اللي محتاجينها لكل الاكتيفيتيز بتاعه الجسم اللي احنا هنقوم بيها. ده كانت جزئيه مهمه جدا تبقى انت عندك درايه بيها. فاضل لنا جزء بسيط عايزين نتكلم فيه برضو، وهو احنا لما اتكلمنا عن الاكسهاليشن بروسيس قلنا انه the exhaled air
rich in carbon dioxide gas and water vapor. اوكي طيب افرض دلوقتي انا مش واثق في حكايه انه الاكزيلد اير اللي خارج ده contains carbon dioxide gas، انا عايز اتاكد من ده. طيب طبعا احنا ما بنشوفش الكربون دايوكسيد جاز، هو جاز وهو ما بيتشافش، هو جاز ملوش اي لون، ملوش اي ملامح، ملوش اي ريحه، وبالتالي احنا مش قادرين نميز ان اللي طالع ده فعلا كربون دايوكسيد جاز. طيب خليني اقول لك، افرض انت في حاجه او حد انت مش عارفه وانا قلت لك ده اسمه كذا. طيب لو انت مش واثق في ان انا عرفتك عليه دوت ان هو اسمه ده، هتبدا تشوف حد يكون عارفه يقول لك اه فعلا ده فلان زي ما هو قال لك، وبالتالي تتاكد ان هو الشخص ده. طيب انا بقول لك دلوقتي ان الكربون دايوكسيد اللي او الاير اللي خارج مع الاكزيلد اير ده بيكون فيه كربون دايوكسيد جاز. طيب انت عايز تتاكد ان ده كربون دايوكسيد جاز، هتروح تسال حد يعرفه يقول لك فعلا ده كربون دايوكسيد جاز. بس هو مين اللي يعرف الكربون دايوكسيد جاز وهيقول لك ان ده كربون دايوكسيد جاز؟ اللي بيعرف الكربون دايوكسيد جاز وممكن يقول لي فعلا ده كربون دايوكسيد جاز ولا لا، حاجه اسمها لايم ووتر. يبقى لما اجي اقول لك ده كربون دايوكسيد جاز تقول لي استنى، اللي يقدر يقول لي الكلام ده وياكد لي هو مين؟ The lime water. ايه اللايم ووتر ديت؟ اللايم ووتر دي حاجه اسمها ماء جير. ماء جير بتتعمل من الميه والتباشير كده، الجير اللي هو الابيض ده بيتحط مع الووتر وبيبقى بيتحول لحاجه اسمها لايم ووتر بطريقه معينه. اللايم ووتر ده بيبقى يا اولاد كلير زي الووتر بالظبط، يعني لو جيت تبص كوبايه الميه العاديه هو بيبقى زيها كده بالظبط، ميه كلير نقيه تماما. طيب ده هيعرفني ازاي ان الاير اللي خارج ده contains carbon dioxide gas؟ هيقول لي، يقول لي ازاي؟ هو بيتكلم؟ لا هو مش بيتكلم، هو بيحصل حاجه مميزه جدا. لما بتحصل انا بعرف على طول ان ده carbon dioxide gas، هو ما بيقولش الا بحاجه انا بشوفها، لو شفتها يبقى ده carbon dioxide gas. طيب ايه اللي بشوفه؟ اللايم ووتر دي بعد ما بتكون كلير ونقيه جدا ببدا الاقيها اتحولت وبقت تيربيد. تيربيد يعني ايه؟ تيربيد يعني متعكره. متعكره ازاي يعني؟ متعكره زي لما تجيب مثلا شويه دقيق وتحطهم في الميه وتقلبهم، مش بتلاقي الدقيق معكر الميه كده وحاجه بقت مبيضه كده؟ تمام، ده انا بسميه تيربيديتي، يعني تعكير حصل للووتر. فاللايم ووتر بعد ما تبقى كلير لو الكربون دايوكسيد عدى عليها بتبدا يحصل لها تربيديتي، وبالتالي انا هعرف ان الاير اللي عدى على اللايم ووتر ده هو الكربون دايوكسيد جاز وهو السبب في التربيديتي اللي حصلت لها. طيب هو الكربون دايوكسيد جاز هيعدي عليها ازاي؟ لا الموضوع بسيط جدا، انا بجيب جوست ثرو الشفاطه بتاعت العصير وببدا بلو انت انفخ فيها. لما بنفخ في اللايم ووتر مع الوقت هيحصل تربيديتي ليها، وده هنشوفه دلوقتي مع الفيديو هيوضح لنا كويس قوي القصه دي. تعالوا بقى نشوف الفيديو كده ونتفرج على اللايم ووتر وهي كلير، ونتفرج عليها لما نعمل لها بلوينج وننفق فيها وتبقى الكربون دايوكسيد يعدي عليها ازاي هتبقى تيربيد من خلال الفيديو ده.
يبقى بعد اللي شفناه احنا استخدمنا the lying motor to detect the presence of carbon dioxide gas. ايه الجملة اللي قلتها ديت؟ لازم تكون عارفها وفهم كلماتها كويس قوي عشان هتقابلنا كتير بعد كده وهتقابلك انت على طول دايما. كلمة detect يعني يكشف او يكتشف. طيب presence يعني وجود. lying motor detects the presence of carbon dioxide gas يعني اللاي موتور هتكتشف لي وجود الكربون دايوكسيد جاز. مش ده اللي حصل دلوقتي؟ ايوه هو ده اللي حصل. يبقى تمام. يبقى لما اجي اقول لك complete مثلا هقول لك the lime water detects the presence of space هتقول لي carbon dioxide gas. اوكي حاجه اقول لك space is used to detect the presence of carbon dioxide gas. مين اللي used to detect the presence of carbon dioxide gas؟ هتقول لي مين؟ lime water. وبتيجي ساعات كمان على شكل what happens، يعني يقول لي مثلا what happens when you blew in lime water. نفخت في lime water، في الحالة دي اللي يحصل ها the lime water becomes turbid. The lime water becomes turbid هتتعكر. وممكن السؤال برضو يجي لي على شكل give reason. Give reason the turbidity of lime water when you blew in it. لما تنفخ فيها ها هنقول because the exhaled air اللي انا نفخته ده because the exhaled air contains carbon dioxide gas وهو اللي عمل التربيديتي اللي حصلت دي. يبقى ده الجزء ده بالأسئلة اللي ممكن تيجي عليه. طيب احنا كده تعلمنا how to detect the presence of carbon dioxide gas. طب احنا عايزين نتأكد بقى انه the exhaled air contains water vapor. ما هو ده الجزء التاني كان فيه water vapor. هتأكد ازاي؟ لا دي سهلة جدا وبسيطة وانتوا عارفينها كويس. انت لو جبت mirror and blew in it لو نفخت عليها او نفخت فيها كده هتبدا تلاقي انه في عندي ووتر دروبس ار فورمد اون ات. هتلاقي عليها ووتر دروبس قطرات من الووتر حصل كوندنسيشن للووتر فابور عليها وبدا يبقى عندي ووتر دروبس. فده دليل انه زير از ووتر فابور ان كاربون ان ذا اكزيلد اير. طيب كده يبقى احنا فهمنا او عرفنا the components of the exhaled air وتأكدنا من ده من خلال التجربتين اللي عملناهم دلوقتي. بكده نبقى احنا خلصنا معظم الدرس. ما عادش فاضل غير جزء واحد بس وهو how to keep the respiratory system healthy. ازاي نحافظ على صحة الريسبيراتوري سيستم بتاعنا؟ وده هنشوفه دلوقتي مع بعض مع بعض الادفايسز اللي مهمة جدا تاخد بالك منها عشان تحافظ على الريسبيراتوري سيستم بتاعك. تعالوا مع بعض نتفرج عليها ونرجع تاني. Number one, avoid being in crowded or poor ventilation places. يعني avoid هنا معناها انك تتجنب being in crowded or poor ventilation places يعني مكان ما فيش فيه تهوية. اما يكون مكان closed مقفول وفي crowded او في زحمة كتيرة فانا المفترض انه ابعد عن المكان ده لانه بيكون عرضة ان يكون فيه infectious diseases. ممكن يكون فيه امراض معدية بتنتقل عن طريق الاير وبالتالي بيفضل ان انا ابتعد عن الاماكن اللي بالشكل ده. يبقى avoid being in crowded او crowded يعني الاماكن المزدحمة or poor ventilation اللي مفيش فيها تهوية جيدة. طيب number two, keep off the severe cold. keep off يعني ابتعد عن the severe cold. severe cold النزلات البرد. حاول تبعد عن نزلات البرد. طبعا هتقولي ازاي؟ اقول لك انه دايما في كلام ماما بتقوله دايما او بابا يقول لك ما تبقاش خارج من الحمام مستحمي بميه سخنه وفجاه تطلع بره في مكان برد.
ده ممكن يعرضك انك تتعرض لنزله البرد، او انك تكون جاي عرقان فتقلع بسرعه قدام مروحه او في مكان فيه تكييف، طبعا ده برضو بيسبب لك نزله برد. دي الحاجات او دايما بنبعد عنها بقدر الامكان. ما يبقاش انت بتاكل حاجه سخنه وبعد كده تقوم شارب وراها على طول حاجه ساقعه، ده بيعمل لك احتقان في زورك وبيعرضك لنزلات البرد. دي كلها نصايح او advices to keep off the severe cold. قلنا severe cold يعني نزلة البرد. طيب number 3 eat fruits rich in vitamin C. طيب طبعا الكلام واضح ان fruits الفواكه اللي rich in vitamin C اللي فيها vitamin C such as مين بقى الفروتس ديت؟ عندك اورنج وجوافا. طبعا معظم الحاجات اللي بتبقى صفراء بيبقى ريتش ان فيتامين سي، يعني الاورنج جوافا ممكن يكون كاروت الجزر بيكون فيهم فيتامين سي كتير. دول بروتكت يو فروم كولد، بيحموك من البرد. فبينصح دايما، عشان كده سبحان الله بنلاقي انه دايما الاورنج والموالح عموما اللي هي اليوسفي وكل ما بقى شابه بقى بتلاقيه موجود في الشتاء، دايما يكونوا موجودين في الشتاء زي الايام اللي احنا فيها دلوقتي دي. نمبر 4 stop smoking. طبعا stop smoking دي هنلاقيها دايما في all the systems، يعني اي سيستم عايز تحافظ عليه يقول لك stop smoking او keep away of smoking، بلاش تدخن. مش بس كمان تقول لي طب يا مستر انا ما بدخنش، انا لسه صغير ادخن ايه؟ لا، هو مش بس انك تدخن، ده فكره كمان انك تكون باسيف سموكر. باسيف سموكر يعني مدخن تدخين سلبي، يعني انك تكون قاعد جنب ناس بتدخن. برضو ده ما ينفعش ابدا تعمله، لانه كانك بالظبط بتدخن. ما هتفرق ايه لما تكون انت قاعد مع حد بيدخن؟ ما كل الاير اللي بيكون حواليك بيكون في الدخان اللي موجود، وبالتالي بيدخل للتولنكس عندك وبالتالي بيأثر عليك باسفلي. فحاول بقدر الامكان ان المكان كمان اللي انت موجود فيه ما يكونش فيه سموكرز، ما يكونش فيه مدخنين، عشان تحافظ على the respiratory system and keep it healthy، وتحافظ عليه وعلى صحته. طيب خاصة انه حاليا واضح جدا وانت عارف ومتابع انه السموكينج causes death، بيسبب الموت، لانه causes cancer. cancer خاصة الكانسر اللي بيجي في التولانكس ده بيكون سببه سموكينج التدخين. وطبعا الكانسر من الامراض اللي كلنا بنعاني منها حاليا وبنسمع عنها كتير، فمن الامراض الخطره جدا الفتاكه. فبقدر الامكان keep away from smoking and smokers، ابعد عن التدخين وعن المدخنين to keep your system healthy. كده نقدر نقول انه the lesson is finished، خلصنا كل حاجه. ما عادش بقى غير اننا دلوقتي هنحل مع بعض some exercises. حاول تشوف نفسك معايا، وقف الفيديو، حل قبلي، راجع نفسك. الاسئله هتعلمك كتير لو في اجزاء وقعت منك، وهتعرفك ازاي تلم كل الحاجات اللي فاتتك. تعال مع بعض كده نحل الاكسرسايزز ونرجع تاني. The first question معانا choose the correct answer. Number one is or are located inside the lungs where gas exchange takes place. انا قبل ما اشوف choices اللي عندي هلاقي ان خلاص انا عرفت gas exchange takes place، بيحصل فيها gas exchange. ها طبعا ايوه لا بجدس لا ايوه هي الفلاي. excellent. طيب number 2 the two lungs are surrounded by، واحنا قلنا surrounded by محاطة بيه، the two lungs متحوطة بايه عشان تحميه؟
اكسل برضو عرفناها من دلوقتي هي اكيد ها لا ديافرام لا دي تحت التولاكس ريبس ايوه هي الريبس او ريب كيج تمام نمبر 3 اير انترز ذا تو لانجز ان انترز ان انترز انترز الاير بيدخل ها ان ايوه انهيليشن ولا اكسهيليشن ولا اكسكريشن ولا دايزيشن لا طبعا اخر اتنين دول مش لا ابدا طب اكس ديت لما بتخرج هو قال لك انترز يبقى انهيليشن زي ما انت قلت ممتاز نمبر 4 اير ريتش ان كربون دايوكسيد جاز از ريليزد ريليزد اوتسايد يعني يخرج او اكسبلد احنا عندنا الكلمتين يعني يبدو نفس المعنى ريليزد اور اكسبلد اوت اوف ذا تو لانجز during a process الاير اللي بيكون فيه كربون دايوكسيد ها بيخرج اثناء ايه الانهيليشن لا انا بقول يخرج يبقى طبعا ايوه زي ما انت قلت بالظبط اكسليشن اكسلنت نخش على اللي بعدها نمبر 5 exhaled air contains space gas exhaled air طبعا exhaled هي x يبقى الهواء اللي خارج exhaled air contains طبعا ها اكسجين ولا كربون دايوكسيد نيتروجين نو اتس كربون دايوكسيد اكسلنت نمبر 6 the number of respiration times increase in space case number of respiration times عدد مرات التنفس increases بتزيد امتى increase sitting وانت قاعد running وانت بتجري sleeping وانت نايم standing وانت واقف excellent طبعا وانا بجري running في حالة الجري number 7 during the respiration process gas exchange occurs in ها عارفينها يا مستر ايوه تريكيا لا طبعا nose برضو لا mouth هي دي alveoli زي ما انت قلت حاول تعمل stop للفيديو قبل ما تسمع اجابتي وتجاوب انت وبعد كده نشوف الاجابة الصحيحة ونتأكد منها نيجي لي question number 2 but true or false number 1 air enters lungs during inhalation okay enter inhalation الكلام ده طبعا مظبوط true number 2 trachea contains cartilage strings طبعا الكلام ده مظبوط true alveoli are found in trachea alveoli in trachea لا الكلام ده مش مظبوط الالفاي موجوده in the two lines يبقى دي false number 4 in the inhalation process the diaphragm muscle contracts طيب contracts احنا لو تفتكر contracts كانت moves down فكان ده بيخلي الشست كافيتي enlarges بيتسع وبالتالي هيدخل الاير في الانهيليشن بروسيس يبقى انهيليشن بروسيس muscle contracts ده كلام مظبوط يبقى true number 5 gas exchange takes place in the trachea لا طبعا خلاص ده احنا حفظناها وعرفناها الترachea دي مش مظبوطه خالص طبعا ده الالفلاي يبقى فولس نمبر 6 the lime water ايوه عارفينها is used to detect the presence of carbon dioxide gas قلنا detect لازم تكون عارفها يكشف او يكشف عن presence يعني وجود carbon dioxide طبعا اللايم ووتر هي اللي بتقول لنا اذا كان فيه carbon dioxide ولا لا طبعا يبقى ده true the volume of thoracic cavity increase طبعا انت عارفين volume هو الحجم بتاع thoracic cavity
increases هيزيد during inhalation process and decrease during exhalation process. ده كلام مظبوط، لانه في الانهيليشن بروسيس لازم اعمل توسعه زي ما احنا قلنا انلارجمنت توسعه علشان خاطر الاير يدخل، والاكسليشن لازم اخلي الشست كافيتي نارو عشان يضغط على الاير الموجود عندي جوه ويخرجه out of the two lungs. يبقى الكلام ده طبعا true. To keep the respiratory system healthy we should eat fruits rich in vitamin C. طبعا كلام مظبوط جدا. Number 9, living organisms can't respire. Living organisms can't respire. هزر بقى، لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، ده must respire، لازم تتنفس. Number 3, correct the underlined words. هنشوف الكلمة اللي مش مظبوطة وهنصححها. Correct the underlined words. Number 1, air carrying oxygen gas transfers from lungs to outside. ركز كده، from lungs to outside يعني هيخرج. طيب الاير اللي هيخرج ده carry oxygen؟ لا طبعا possible، لا بيكون reaching carbon dioxide gas اللي اخده من blood capillaries inside the alveoli. يبقى هنا carbon dioxide gas مش oxygen طبعا وهو خارج. Okay, number 2, gas exchange takes place in trachea. لا يا مستر، ده احنا لسه حلينها في true or false وقلنا ان هي مش trachea طبعا، هي alveoli. Number 3, lime water is used to detect the presence of، برضو لسه حلينها، لا مش اكسجين جاز، هي كربون دايوكسيد جاز. نمبر 4، question number 4, write the scientific term of each of the following. هنكتب مع بعض scientific term بيتكلم عن ايه. tiny air sacs، طبعا اول ما هشوف air sacs الاكياس الهوائيه ما عنديش غيرها اللي موجوده in the two lungs و gases exchange occurs in it. طبعا الفلاي. Excellent، حاول تجاوب قبل ما تسمع اجابتي وشوف نفسك في ايدك الفيديو، ممكن تعمل ستوب في اي وقت وتقول انسر بتاعتك بعد كده تشوف انا عملت ايه. Number 2, process by which oxygen gas enters the lungs. Enters the lungs يبقى inhalation process على طول. Number 3, the process in which the diaphragm muscle contracts. Contracts قلنا moves down the chest cavity enlarged، يبقى ده على طول inhalation process. طبعا هو هنا بيسألك عن process فلازم تقول له inhalation process. Okay. Number 4, the muscle that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity، مشهورة جدا وعرفناها طبعا diaphragm. Number 5, the air that contains. هنا بيسألك عن البروسيس ولا عن the air. The air، طب نكمل كده، the air contains carbon dioxide gas and water vapor. الاير مش البروسيس. لو قال لي بروسيس هقول له exhalation process اللي هو contains carbon dioxide gas and water vapor، لكن الاير نفسه اقول عليه ايه؟ هوصفه انه exhaled air. exhaled air اللي بيخرج ده طبعا من الاكزيليشن، هقول exhaled air، هواء الزفير. اوكي. نمبر 6, the gas that turns the clear lime water into turbid. مين الغاز؟ بيسألك عن الغاز that turns the clear lime water into turbid، يخليها turbid قلنا or milky. طبعا ده carbon dioxide gas زي ما انت قلت. نمبر 5, complete the following statements. نمبر 1, space closes trachea during swallowing. مين اللي closes trachea؟ طبعا شفناه الفيديو كان جميل جدا ومميز، طبعا اللي بيعمل كده هي epiglottis. excellent. number 2, the bottom of trachea is branched into two narrow tubes. كان اسمهم ايه النارو تيوبس دول؟ كان اسمهم two bronchi. number 3,
are located inside the cavity and surrounded by. طيب مين اللي موجودين inside the thoracic cavity؟ قلنا طبعا هما two lines. طيب surrounded by A. Excellent, ribs or rib cage. Number four, muscle helps in the mechanism of respiration. قلنا mechanism يعني الطريقة اللي بيحصل بها respiration. مين بقى المسل اللي بتعمل كده؟ طبعا معروفة جدا هي diaphragm. Number five, separates between thoracic cavity and abdominal cavity. برضو نفس الانسر diaphragm. Number six, number of respiration times هيحصل لها ايه when your body is more active. طبعا لما جسمك يكون more active ده هيحتاج ان respiration times increase. Excellent. Number seven, air enters the two lines during enters. ها يبقى inhalation. خلاص احنا الاسئله من كتر ما اتكررت المفروض احنا عارفينها كويس قوي. And leaves تترك them during exhalation process. Number 8, carbon dioxide gas cause the turbidity of. Turbidity جاي من turbid يعني التعكر. Carbon dioxide بسبب تعكر مين؟ ها excellent, lime water. Turbidity of lime water. Number 9, the air sacs are surrounded by network of air sacs اللي هم الالفلاي. فاكر في الصورة كانوا surrounded by A. اوعى تقول لي ريبس، انا ما بتكلمش عن تو لانجز، انا بتكلم عن الاير ساكس الالفلاي. كانت سراوندد باي نتورك اوف ايوه بلاد كابلريز، وممكن نقول بلاد كابلريز او بلاد كابلريز اثنين مظبوطين. وير جاز اكستشينج اوكيرز. نمبر 10، ذا اكستشينج اوف جازز اوكيرز ان ذا لانجز بتوين. الاكستشينج اوف جازز ده بيحصل بين مين ومين؟ بيحصل طبعا بين الاير اللي موجود في الالفلاي وبين البلد اللي موجود في البلد كابلاريز. يبقى the exchange of gases occurs in lungs between air in alveoli and blood in blood capillaries. ضروري جدا تاخد بالنا من السؤال ده لانه ده سؤال مهم بيجي في كتاب وفي كتاب المدرسه. Number 6, give reason for the following. Number 1, the exhaled air differs from the inhaled air. يعني ال exhaled air طبعا كلام واضح، exhaled air اللي بيخرج differs from بيختلف the inhaled air. اكيد طبعا لانه ال exhaled air ده reach in excellent carbon dioxide and water vapor while inhaled air reach in oxygen. طيب أو ممكن أقول reach in أو أقول contains الاثنين مظبوطين، شوف الأنسب ليك أو اللي أنت تحبه. ممكن أقول exhaled air contains أو reach in carbon dioxide gas، وكذلك في ال inhaled air أقول contains أو reach in oxygen gas. Number 2, it is preferred for human to skip being in crowded places. طيب يعني يفضل للhuman to skip being يعني ما يكونش موجود in crowded places في الأماكن المزدحمة. طبعا احنا قلنا لان ده ممكن causes infectious disease. To avoid infectious disease الأمراض المعدية اللي ممكن تحصل من كلام ده. Number 3, eating orange or guava is important. ليه ان انا اكل orange؟ قلنا لانه they are rich in vitamin C. With vitamin C طبعا protect us from cold. يبقى because they are rich in vitamin C which protect us from cold. نيجي لآخر سؤال معانا. What happens when the epiglottis removed from the larynx of the human respiratory system؟ ما عنديش epiglottis، إيه اللي ممكن يحصل؟ طبعا الفود اللي احنا هناكله على طول enters the trachea، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى the food enters the trachea. Number 2, the diaphragm muscle moves up. Diaphragm muscle moves up بالشكل ده طبعا the chest cavity become narrow. يبقى في الحالة دي الاير هيخرج ويحصل exhalation process. يبقى exhalation process takes place.
3. Number 8. What is the function of epiglottis? ها يلا يا حلوين, epiglottis كان بيعمل ايه؟ ايوه يا مستر, ده كان closes trachea during swallowing to prevent food from entering the two lines. It closes trachea during swallowing to prevent food from entering the two lines. طيب number 2, alveoli. مشهوره جدا يا مستر, الغاز exchange occurs in it, allow gas exchange, بتسمح ب gas exchange. سيليا and تراكيا برضو احنا اخدناها وعرفنا ان السيليا ejects the strange objects, ejects strange objects from trachea. دلوقتي خلصنا كل حاجة, اتمنى تكون وفقت معايا في حل الاكسرسايزز وكانت الدنيا بالنسبة لك بسيطة وسهلة. لو لسه في عندك مشاكل في اي جزئية من الجزئيات اللي شرحناها او محتاج تفهم حاجة اكتر, سيب لنا ده في تعليق واحنا هنرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت. كنت سعيد بوجودي معاكم, اتمنى تكون الامور كلها بقت واضحة, وانتظروني ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنتكلم فيه عن حاجات جميلة جدا ومهمة, وان شاء الله هيكون الدروس اللي جاية ابسط واسهل كمان من اللي فاتت. اشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.